لكم بمجموعة Get Ready in Math الخاصة بمرحلة الكيجي 1 والكيجي 2. مجموعة من الكتب مكونة من 3 كتب تم إعدادها وترتيبها خصيصا عشان تكون مناسبة للمرحلة العمرية والسنية اللي احنا بنتكلم عليها في مرحلتي كيجي 1 وكيجي 2 بطريقة فعالة تضمن تفوق الطلاب واستيعابهم للدروس في السنين اللي جاية. تعتبر مجموعة كتب Get Ready for KG1 and KG2 مليانة بالألوان والرسومات اللي بتساعد الطلبة في السن ده أو الأولاد في السن ده إن هما يتشدوا للمادة. في السن ده إحنا محتاجين إن إحنا نبهرهم بالألوان والأشكال والتدريبات اللي تحببهم في مادة الماس واللي تجهزهم وتأسسهم بشكل مناسب للمناهج اللي هيقابلوها في السنين المتقدمة. وطبعا سلسلة Get Ready in Math بتتوافق بشكل أساسي مع الاتجاه اللي حددته وزارة التربية والتعليم في وضع أساس قوي لمادة الماث اللي بتطور من قدرات الطلبة لحل المشكلات الرياضية. معظم أولادنا بيخافوا من مسائل الماث وبيتجنبوها ودايما بتسبب مشكلة بالنسبة لهم، ولكن من خلال كتاب Get Ready هيكون الطلبة متحمسين بشكل أفضل إن هم يفهموا الماث من خلال الألوان والأشكال التوضيحية اللي موجودة في الكتاب واللي بتساعدهم على بناء الثقة بالنفس والقدرة على حل المشكلات. وهو ده الاتجاه اللي بتتوجهه وزارة التربية والتعليم في المناهج الجديدة. كتاب Get Ready for KG1 and KG2 بيحتوي على 3 كتب، أو هي مجموعة من 3 كتب. أول كتاب هو Shapes and Numbers اللي بيعرف الطفل على الأشكال والأرقام. تاني كتاب هو الكاونتينج، وده اللي فيه بيتعلم الطفل عد الأرقام والأرقام الفردية والزوجية والأكبر والأصغر. تالت كتاب هو الماث بيزكس، وده اللي بيتعلم فيه الطفل الجمع والطرح وكل مبادئ الماث. مجموعة Get Ready هي مجموعة كتب تأسيس فيها عدد كبير جدا من التدريبات الأساسية اللي هتساعد على تحسين مهارات الطلاب في الماث. وطبعا كلنا لازم نبقى مدركين أهمية مرحلة التأسيس، لأن دي بينعكس عليها كل المرحلة اللي جاية. لو تأسسنا صح فإن شاء الله كل حاجة هتبقى سهلة. وكمان تقدروا تسألوا على باقي مجموعة Get Ready in Math لكل السنوات اللي جاية من أول KG1 وحتى Grade 1. تقدروا تتواصلوا معنا لمعرفة التفاصيل على رقم الواتساب الخاص بإدارة القناة. وحب أعرفكم إن إن شاء الله هيتم شرح منهج الماث الخاص بكيجي 1 باستخدام كتاب المعاصر على قناتنا، قناة Private Math Lessons. تابعونا على القناة في مادتي الديسكوفر والماث لكيجي 1. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مس فاطمة فتحي، وان شاء الله النهاردة هنبدأ مع حبايبنا الصغيرين Chapter 2 لمنهج الديسكوفر. قبل ما ابدأ درس النهاردة او تشابتر النهاردة، حب افكركم ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو عشان نقدر نوصل لاكبر عدد من القطايد، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة علشان توصل لكم كل فيديوهاتنا اول باول. زي ما قلت احنا النهاردة هنبدأ تشابتر جديد بيتكلم عن الفاميلي. فاميلي، فاميلي يعني ايه؟ فاميلي يعني العيلة. موميز and داديز، ماما، بابا، جدو، انكل، تيتا، كل العيلة بتاعتنا. هنتكلم النهاردة عن الفاميلي. كلنا عندنا عيلتنا فيها ناس كبار وناس صغننين، في افراد كبار، بابا، ماما، جدو، تيتا، عمو، خالته، كل دول الكبار، وفي اطفال صغيرين. معنى كده ان احنا عندنا children، children اطفال، and adults، adult. adult يعني شخص بالغ عاقل كبير زي بابا وماما كده. يبقى للchildren اطفال صغيرين، adults الناس الكبيرة. الاكتيفيتي بتاعنا بيقول لي circle، circle the children in red color and the adults in blue color. للchildren in red والadults blue. let's start with the red color. عايزين ال children. فين children هنا؟ فين الصغيرين؟ children or adult؟ children. children or adult؟ children. children or adult؟ children. عندنا كم children هنا؟ 1 2
3 children. طب الادلتس، الادلتس قلنا هن circle with blue color. ها adult. Adult, adult, adult. عندنا كم حد adult؟ 1 2 3 4. 4 adults. يبقى أي family في الدنيا فيها children وadults. Children and adults. Activity number 2. Color the pictures, then circle the pictures of the people who live in your home. Color the pictures. هنلون الصور. Then circle the pictures. بعدين هنعمل circle على picture of people. بتاعت الناس who live in your home. يعني الصور دي هنلونها. ونشوف مين اللي عايش معانا في البيت. ونعمل circle على الصورة بتاعته. دول مين؟ My family. My family. عيلتي. My family. My family. ها. مين هنا؟ grandfather. grandfather جدي. grandfather. grandmother. grandmother الجدة. father. father الأب. mother. mother الأم. brother. brother الأخ. sister. sister الأخت. repeat after me. grandfather. grandfather. grandmother. grandmother. father. father. mother. mother. brother. brother. sister. sister. عايزاكم كلكم تلونوا البيكتشرز ديت وتصوروها وتبعتوا لي الاكتيفيتي على رقم الواتساب اللي موجود في الديسكريبشن بوكس. تمام. احنا عايشين مع مين؟ قال لي circle the pictures of people who live in your home. مين عايش معنا في البيت؟ طبعا احنا مش كلنا زي بعض. في ناس هيبقوا عايشين مع father ومother وsister. ممكن father ومother وbrother. ممكن father ومother وsister وbrother. في ناس عايشين مع الgrandfather والgrandmother وممكن لا. فكل واحد فينا هيشوف هو عايش مع مين ويعمل circle around the picture of people who live in your home. أنا عن نفسي أنا عايشة مع father, mother وbrother. يبقى كل واحد هيcircle the picture للأشخاص اللي عايشين معاه في البيت. وبما إن إحنا في التشابتر بتاعنا بنتكلم عن الفاميلي، فإحنا لازم نفهم يعني إيه فاميلي. يعني أسرتك اللي أنت عايش معاها، اللي انت بتحبهم وهم بيحبوك، اللي هم بياخدوا بالهم منك وانت كمان لازم تاخد بالك منهم. يعني زي ما انت ليك حقوق على بابا وماما، عليك واجبات. من واجباتك ناحية بابا وماما ان احنا نساعدهم في مهام. مهام يعني tasks. tasks. ماما وبابا مطلوب منهم حاجات كتير قوي عشان يساعدوك بيها. ممكن انت تساعدهم في الحاجات دي؟ ممكن يكون في حاجات مناسبة انت تقدر تعملها وتساعد بيها ماما وبابا. في الاكتيفيتي ده احنا هنتعرف على التاسكس اللي ممكن انت تساعد بيها ماما وبابا في البيت. الاكتيفيتي بيقول لي put two beside the tasks that you can help your mother and father at home. put two هنحط علامة صح beside التاسك، جنب التاسكز أو المهام that you can help اللي تقدر تساعد فيها your mother and your father at home. نقدر نساعد فيها ماما وبابا في البيت. ايه التاسكز دي؟ هنا مثلا ان احنا نعمل اللاندري، نغسل الهدوم. هل انت ممكن تساعد ماما في اللاندري؟ انتوا صغننين قوي ما يتهيأليش، بس ممكن نحط هدومنا على الأقل في المكان اللي المفروض ماما بتجمع فيه الهدوم اللي عايزة تتنظف. تمام. هنا هل ممكن نساعد بابا في تصليح السباكة بتاعت البيت؟ صعبة شوية، انتوا صغننين قوي صح؟ بس ممكن نقف جنبه
ونديله الأدوات أو التولز اللي هو ممكن يستخدمها. طيب هنا watering the plants، ممكن نسقي الزرع ونساعد بابا؟ اه دي سهلة، دي ممكن في سنكو ان احنا نووتر البلانتس، نسقي الزرع. ممكن ان احنا نساعد ماما في تنظيف البيت؟ اه ممكن. ممكن ان احنا نساعد ماما في ان احنا نجهز السفرة اللي هناكل عليها؟ اه ممكن، نحط الاطباق مثلا او نشيل الاطباق اللي احنا كنا فيها. ممكن نساعد بابا في ان احنا نكوي الهدوم؟ لا انتوا صغننين قوي، والمكوى دي حاجة مش حلوة قوي، لازم يكون حد كبير وواعي يساعدنا فيها. يبقى ممكن بس ان احنا نحافظ على اللي هما بيعملوا. يبقى نتعلم من هنا ان انت زي ما عندك حقوق عليك واجبات، زي ما مطلوب من بابا وماما ان هما يخلي بالهم منك، انت كمان مطلوب منك ان انت تساعدهم.